نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في غلق سوق العتبة والموسكي، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا ولحماية المواطنين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها سوق العتبة اللي بيضم 40,000 بائع متجول، وتردد عليه المئات من المواطنين بصورة يومية. تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منطقتي الموسكي والعتبة بعد رفع الباعة الجائلين من المنطقتين بعد إغلاقهما، وطالب الباعة والمترددين على الأماكن المختلفة للمحلات بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا. أكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي تراخي أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، وأشار إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء هذه الأزمة. دكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع، تنضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا بك يا دكتورة عزة. عندما تشتد الأزمات بنتحدث عن كيفية تصرف المجتمع مع هذه الأزمات، سواء من خلال السلوكيات السليمة أو كيفية اتباع التعليمات واللي ممكن تصل إلى حد الأوامر لأنها بتمس حياة المواطن. إزاي نقدر نتعامل مع مجتمعاتنا المختلفة في مثل هذه الأزمة؟ أولاً نتعامل بالشفافية ومن خلال البيانات والمعلومات الصحيحة، وده بيحصل فعلاً. لكن للأسف بعض رواد السوشيال ميديا بتداولوا حاجات بتلخبط الناس، وعشان كده بيطلع على طول تكذيب، وده كويس قوي. ظهور السيد الرئيس امبارح وطمأنته للشعب المصري الحقيقة كانت يعني جرعة إيجابية كويسة طمن الناس، لكن أنا مش عايزة الناس يعني تفضل قاعدة مستنية إن الحكومة والدولة تعمل كل حاجة. فده يحصل إيه؟ إذا لم يلتزم الشعب النهارده آخر كلام، يعني النهارده آخر المعاملة اللي هي بنقول فيها، يعني إحنا عمالين نطبطب وعمالين نقول أرجوكوا من فضلكوا، لا لازم بقى هنا استخدام الإنذار، بمعنى إن ممكن جدا دوريات الشرطة تلف وتنادي الناس أولا بالميكروفون، ده إنذار أول. بعد كده الحظر، الحظر الإجباري إن الناس لازم تقعد في البيت، ونعمل زي الصين، ينزل واحد كل 3 أيام من الأسرة يشتري الحاجات الأساسية. ولازم نفهم الناس من خلال إيه؟ من خلال الرائدات الاجتماعيات بالنسبة لريشي، مش كل الناس ثقافتها زي بعض. يعني المثقفين غير الناس اللي مش متعلمين، غير الباعة الجائلين، غير الناس اللي بتشتغل باليومية. الحكومة عملت اللي عليها، خصصت 500 جنيه لكل واحد من الناس اللي هم بيشتغلوا باليومية، ولكن في ناس مش عارفه توصل. يعني انا قابلت ناس من يومين، لا امبارح، بيقول لي يعني كذا حد بيقول لي انا معايا تليفون عادي ما بقدرش اتصل على الواتساب، وتليفون وزاره التضامن الاجتماعي القوى العامله محتاج تليفون اندرويد او حاجه. قلت له شوف حد قريبك بحيث تسجل بياناتك بحيث ان انت تاخد الفلوس. فمحتاجين الناس تساعد، المثقفين ينزلوا يوعوا الناس. يعني المسؤولية مشتركة بين الجميع الحقيقة، مسؤولية كبيرة جدا. أنا عايزة أقول حاجة قد تكون شهادتي، يعني أنا مش إعلامية، ولكن الإعلام قايم بدوره حقيقي، يعني إعلام الدولة والإعلام الخاص قايم بدوره على أحسن وجه. والرئيس يعني أثنى على هذا، لكن المثقفين والنخب الناس تنزل. المشكلة إن أنت تساعدي، يعني اللي بتساعدك في البيت مرتبها يبقى ماشي وما تجيش، لأنها ممكن لما تجيلك وهي راكبة مواصلات تنقلك العدوى لأولادك. لو اللي عنده سواق، اللي شايف عمال في الشارع بيبقوا قاعدين كده في أماكن معينة ينزل ينصحهم، مفيش مشكلة، يعني كلنا نساعد. إذا هي قضية رفع الوعي بشكل عام. أيوة. كل اللي في ايده ان هو يقدم حاجه او يوعي الناس في مكانه او في محيطه لازم يقوم بهذا الدور. الاحزاب، منظمات المجتمع المدني،
الاعلاميين طبعا بيقوموا بدورهم، بس عايزاهم يقوموا بدورهم على صفحاتهم في التواصل الاجتماعي. صفحاتهم بيرتبها ناس كتير وليها تاثير كبير، اساتذه الجامعه، العلماء. يعني ان الاوان بقى ان علمائنا يطلعوا في الاعلام، علمائنا، باحثينا، الصيادله، الدكاتره، المتخصصين في الصدر، المتخصصين في الفيروسات، ان الاوان نرفع لهم القبعه ونقول لهم اتفضلوا، وان دول اولى من ناس ثانيه. كمان استخدام المشاهير، يعني محمد صلاح اتمنى انه يناشد الناس هنا حتى في مدينته اللي اعتقد هو من الغربيه او حاجه، اولا يناشد يعمل فيديو لمدينته، يعمل فيديو للمصريين كلهم. الحاجات دي حاجه كويسه، لان الناس لسه بتقول لك احنا لسه بخير، احنا لسه ما عندناش الانتشار السريع. انا عايزه اقول لك والخطوره حاجة. كل الخطوره ان حد يشعر ان الخطر بعيد عنه فبالتالي يستهتر. اقول لحضرتك حاجه، انا قاعده في بيتي بقالي 10 ايام بعمل ستوري اونلاين للطلاب بتاعي. يعني انا وبنزل، انا نزلت امبارح بس كان عندي استشاره لدكتور ورجعت وجبت طلبات بيتي، يعني ومش نازله تاني. يعني ووعي بقى الناس، عادة طبعا بنتي، عادة طلابي، يعني كل واحد عليه دور. الاعلاميين بينزلوا عشان ليهم رساله، بيوصلوا الخبر، بيدوك المعلومه، واكيد بينزلوا. يعني مش عايزه اقول لك لازم برضو الاعلاميين يعني يبقى في عمليه تنقيه وعمليه يعني الاهتمام بصحتهم، ولازم يبقى في مسح الادوات، مسح المايك، يعني تطهيرها، لان برضو الاعلاميين يتخاف عليهم. يعني حتى الناس دي يعني يطلعوا يقولوا لنا الكلام ده، ان احنا بنطهر المايك، بنطهر الاستوديو، بنطهر كذا، احنا طالعين عشان خاطركم، احنا طالعين عشان نعدي رساله ونقول لكم الخبر. لازم الناس تفهم، ولازم يعني بصي حضرتك، احنا دلوقتي في علم الاتصال، ان الرساله لو كانت شديده اللهجه او ضعيفه، يعني التهويل والتهوين ما بيجيبش نتيجه، لكن الرساله المتوسطه ممكن تجيب نتيجه. من خلال ايه؟ الناس المشاهير، من خلال العلم والتعليم، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الشفافيه، استخدام كل الاسلحه، سواء قوى ناعمه، سواء بحديث العلم والمنطق والعقل. الاحزاب ما ينزلوش في المناطق الراقيه يوزعوا ماسكات اللي هي الكمامات، ويوزعوا اللي هي الادوات النظافه. انا اسفه جدا، يعني ده شو ينزلوا بجد القواري والشوارع، ينزلوا في الازقه، ينزلوا للناس الغلابه في الاسواق. يعني لازم نقنع الناس، ولازم نقنع الناس ان كل الدوله بتخسر اقتصاديه، لكن المهم صحتك. انت لو رحت ما فيش حاجه بعد كده خلاص. حتى الدول استلمت عن الاجندات الخاصه بتاعتها لصالح محاكمه هذا الوباء. نعم. احنا كلنا زي ما بيقولوا الوباء اللي وصف وفق منظمه الصحه العالميه بانه عدو للانسانيه. جماعه انا بشكرك جزيل الشكر الدكتوره عزه فتحي، استاذ مناهج علم الاجتماع. اعلنت رئيسه